مرحبا، اليوم راح نعمل خبز بالثوم وراح نحتاج للمكونات التالية: راح ضيف على الزبدة الحبق والأوريغانو والثوم، بخلطهم منيح. وهون رح ندهن الخبز بالزبدة وعلى حرارة متوسطة رح ولع الغاز، وبحط الخبز على مقلاية لحتى تدوب الزبدة، وممكن وضع الخبز بالفرن وتحميصهم. وهيك بيكون الشكل النهائي للخبز بالثوم، وبتمنى تكون عجبتكن هيدي الحلقة. Please like, share and subscribe. Bye.